نيفين، انت بتقولي لي ان الدعم النفسي بعد وفاة زوجك، الصور دي دلوقتي صورة موجودة. الدعم، جلسة من جلسات الدعم النفسي اللي بنعملها لهم دي جماعية. جلسة من جلسات كانت في الدعم نادي المعادي. النفسي. دي كلها المحاربات محاربات، في كل دول محاربات. تمام. هرجع لنيفين تاني وهسألك على موضوع ابن سحر يعني. ابن سحر. ابن سحر معانا اهو، معانا اهو على ولادها ولادها. ده في دهب ولا ما شاء الله سيوة. ما شاء الله، ان شاء الله هتفرحي بيهم ابنهم وتشوفيهم احسن الناس. كبير ان شاء الله هما هتشوفيهم الست احسن اكبرهم. الناس. سحر، بتحسي بايه وانتي بتتفرجي على الصور دي؟ بالفخر بالفخر. بالفخر، بفخر بيهم جدا جدا جدا. انا عندي يوسف ده حاجه كبيره جدا جدا، ما حسسنيش باي حاجه في الدنيا، ما حسسنيش ان انا مش معايا راجل. لا راجل بقى يشتغل، يعني يجي الصبح يشتغل وما يقدرش يفطر بره لحد ما يجيب اكل واخواته ياكلهم وينزل تاني. هو بيشتغل في مذبح فجسمه ده بقى صعب عليه وصغير، يجي تاني يشتغل على توك توك، ويعني وهو متعلم جدا وذكي جدا شاطر الحمد لله. ربنا يخليهم لك يا رب ويبارك لك يا فيه. رب يا رب. هرجع لنيفين تاني في جزئية الدعم النفسي. المعلومات ان انت كنتيش بتشتغلي ولا انا كنتي بتشتغلي؟ كنت بشتغل في شركة بواخر اول زواج، واول ما حسيت الموضوع بقى فيه ضغط عليا ولا وجاي على بيتي خدت قراري وقعدت. لكن رجوعك تاني للعمل مرة تانية دي كانت من القرارات اللي انت اخدتيها لبداية حياة جديدة بعد فقد زوجك. انا ما كنتش داخلة بصراحة عمل خالص، ورافضة فكرة العمل لغاية دلوقتي. تمام. انا داخلة بحب ومش بشتغل، يعني انا داعم ليهم وهم داعمين ليا، انما مش في اطار العمل ابدا. بس هي فكرة المؤسسة، صدقيني هي مؤسسة صاحبة السعادة، وهي فعلا بتصنع السعادة للناس. فانا من كرم ربنا عليا ان انا يعني بقيت يعني مدير التنفيذي. يعني كنت قاعده اقول لها انا عايزاك مدير تنفيذي، فتقول لي لا انا عايزه ابقى دعم ليكي بس. بالظبط. شوفي انت اللي انا انت عايزه اعمله لك انا، بس هعمله لك عايزه اقول وانا باين. الجمله بتاعتك يا نهله. قلت لها هتيجي هتيجي. كانت بتقول لي يلا معانا، وانا اقول لها لا انا مش شايفه نفسي ان انا هبقى معطاءه، او انا مستعده او بالنفسيه ان انا ابقى قاعده وانا اللي اصدر لهم الابتسامه او اصدر لهم الطاقه الايجابيه. انا لسه ما تعافتش، بقيت كل شويه يلا اقول لها لا مش مستعده. بقيت انا عماله ارشح لها في ناس ونتناقش. سبحانك يا ربي، ربنا ما فيش ولا واحد استقر، زي ما يكون ربنا بيقول لي انا محضرك للدور ده استنيه. وفي وقت بقى لما حسيت ان انا قادره ادي، قادره احتضن الناس، ابقى قادره ان انا فعلا ابقى معاها في الاسره بتاعت صناعه السعاده. عمل فيكي ايه ده بقى؟ انا عايزه اوصل الاحساس. كتير يعني كتير. انا عايزه الناس اللي بتسمعنا وفاكره ان المشكله اللي موجوده فيها او الازمه او الابتلاء اللي جالها انه نهايه الدنيا، ان احنا نوصل لهم النهارده عن طريق الدعم النفسي من خلال ساعه مع نيبال، ان احنا نقدر نتحدى اي ظروف بنمر بيها. انا ممتنه ونعدي لابتلائي. ونبدا حياه ونكمل المسيره ونقدر نوصل. انا الدعم النفسي وقفني تاني على باب الحياه. انا كنت متدمره. انا نيفين اللي قدامك دلوقتي مش هي نيفين من 6 7 شهور خالص. انا ملامحي كانت متغيره، نبره صوتي متغيره، مفيش ضحكه، مطفيه في قلب بيتي، بيتي مطفي، ولادي حواليا مطفيين. انا بمجرد بفضل ربنا عليا قمت وصحيت وصحصحت، كل نور حواليا. لا طبعا عمل كتير كتير رجعني تاني للدنيا انا وولادي، وده اللي انا كنت عاوزاه، الحياه مكملين فيها يلا والحمد لله، فضل الله علينا. لا حاجة طبعا مشرفة.